بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. نراجع اليوم إن شاء الله وحدة الإسلام والرسالات السماوية. الإسلام هو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بالمعنى الشرعي الضيق، لكن بالمعنى اللغوي هو الاستسلام لله. ولهذا نقدر نقول كل الرسل مسلمون. وش معنى كل الرسل مسلمون؟ معنى كلهم استسلموا لله عز وجل، لكن بالمعنى الشرعي الضيق هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي علاقة الإسلام بالرسالات السماوية الأخرى سواء باليهودية أو بالنصرانية؟ قالك أولا من حيث المصدر كلها متفقة، هي من عند الله، وحي موسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام ولا محمد عليه الصلاة والسلام، ما جوش براسهم، هو وحي من الله، من حيث المصدر من الله. من حيث الغاية كلها دعت إلى التوحيد وإلى عمارة الأرض، كلها دعت إلى عبادة الله وإلى كيفية الحياة. طيب الآن لما نجيو نفصلوا، اليهودية هي الدين الذي جاء به موسى عليه السلام كما يزعم ذلك اليهود. اليهود يزعمون أنهم يتبعون الدين الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما قالك لأنهم يتهودون، أو لأنهم قالوا إنا هدنا إليك رجعنا، أو نسبة إلى يهودا. يهودا هو أخو يوسف عليه السلام ينتسب إليه. فاليهود عندهم عقائد محرفة فاسدة، وصفوا الله بالنقص، قالوا يثور بلا سبب، احنا نعتقد ان الله ينتقم من الظالمين، لكن هم يقولوا يثور بلا سبب. وصفوه بالنقص، قالوا الله فقير ونحن اغنياء، يعتقدوا بهما امه فوق الناس، نحن ابناء الله واحباؤه، يعظمون الحيه هذه، يعظمون التابوت الصندوق تاع موسى عليه السلام، وغير ذلك من النقائص. فرقهم كثيره جدا ما تهمناش، الكتب تاعهم يعتمدوا على التوراه والتلمود. التلمود هو شرح للتوراة. الآن النصارى، النصارى يزعمون أنهم يتبعون الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. سموا نصارى، قالك إما قالوا نحن أنصار الله، أو نسبة إلى ناصرة، قرية بفلسطين ولد بها المسيح عليه السلام. عندهم عقائد فاسدة. أولا يعتقدون بالتثليث، التثليث واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، يعني استغفر الله ناقل الكفر ليس بكافر. هم يقولوا بلي الله هو الأب وعيسى ابنه وروح القدس جبريل، بين ثلاثة هما الله. أروح أنت وفهم، احنا نعتقد بالله أحد ليس كمثله شيء، سهلة واضحة، لكن هم يعتقدون بالتثليث. يعتقدون أن عيسى هو اللي حاسبنا، لا يحاسبنا، وش أعطانا بشي حاسبنا. يعتقدون أن القس هو اللي يغفر للإنسان اللي يروح يعترف له، وش يغفر لي؟ وهو كي يغلط شكون يغفر له؟ غلط بيني وبين الله، استغفر الله والله يغفر لي. لكن هم يقولوا القس يغفر لمن يعترف له. ويعتقدون أن عيسى عليه السلام يحاسبنا، ويعتقدون أيضا الأمر الرابع الخطيئة والفداء. يقول لك آدم عليه السلام هكل من الشجرة، نزل إلى الأرض بالخطيئة تاعو، احنا أبناء ورثنا هذيك الخطيئة هذيك، فعلى حسابهم استغفر الله يا ربي، ربي بعث عيسى عليه السلام وليده كي صلبوه مسح لنا كاع الذنوب تاعنا. عيسى عليه السلام لم يصلب، وآدم تاب، تاب الله عليه، وعيسى رفعه الله إليه، وسبحان الله لا تزر وازرة وزر أخرى، كيفاش هو يغلط وحنا نخلصوا؟ لكن هذه عقائدهم الفاسدة. كتبهم عندهم العهد القديم التوراة، وعندهم العهد الجديد الإنجيل. يعني لاحظوا بلي التوراة هو كتاب معتمد عند اليهود والنصارى. الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، أركانه الخمسة، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم والحج. أركان إيمانه ستة: الإيمان بالله، توحيد الله عز وجل، الإيمان بالملائكة المخلوقات النورانية التي لا تعصي الله، الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل الوحي، الإيمان بالرسل الرجال الذين اصطفاهم الله وبعثهم لنشر دينه، الإيمان باليوم الآخر كل ما يقع بعد الموت، الإيمان
بالقضاء والقدر كله من الله بلي ربي على بالو كاع واش راح يصرى علمه سابق بلي كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وكل ما تجي حاجه ربي اللي يخلقها ويخلقها ماشي تاع درع وفق مشيئته هذا هو القضاء والقدر وايضا الايمان بالجنه والنار يعني يدخل في الايمان باليوم الاخر فهذه اركان الايمان السته الاسلام الان ما هي علاقته بالرسالات الاخرى قال لك ما كاش تصادم بين الإسلام والرسالات الأخرى هي علاقة تكامل وأيضا هي علاقة هيمنة وتجديد يعني النسخ علاش نسميه القرآن النسخة لأنها نسخت ما قبلها لما تسأل ما هي علاقة الإسلام بالرسالات السماوية تقول هي علاقة تكامل وهي علاقة تجديد وهيمنة ونسخ كيف ذلك؟ الإسلام أقر الحق الموجود عند الأمم السابقة وصحح الخطأ وكمل النقص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صاب عند اليهود والنصارى بعض الأمور الطيبة أقرها الأخلاق الحسنة والإيمان بالله عز وجل وحده فهذه أقرها وجد عندهم أمور خطأ فصححه عيسى يقول ابن الله النصارى واليهود يقول عزير ابن الله فصحح هذا قال الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ووجد عندهم نقص فجاب التشريع المكمل فإذا علاقة الإسلام هي علاقة تكامل هيمنة ونسخ وتجديد كيف ذلك أقر الصواب وصحح الخطأ وكمل النقص والسلام عليكم ورحمة الله